مين انتوا؟ كده كده تعرفوني عشان احنا قعدنا الاوبن توك مع بعض، بس النهارده هنتكلم عن الديستريبيوشن. في الاخر الديستريبيوشن اللي هنديها هنا هتبقى ايه؟ انترودكشن، عمليه بسيطه. لسه لو هتاخدوها في الكليه هتبقى بتعمق اكبر، بس الهدف من الورك شوب النهارده ان احنا نطبق عمليا. طيب، مين في البيت اهله بيعاملوه معامله مصلح ما افسده الزمن؟ يعني الخلاط بايظ ما تصلحه لنا، العربية مش راضية تدور انزل دورها، عندنا ساعة في الصالون بطلت تدق ما تبص عليها، وانت لما تيجي تقول لهم يعني ما مش تبعي، ما انا ماليش دعوة، يقولوا لك ما احنا مدخلينك هندسة على ايه، والفلوس والكورسات وتعبنا معاك. مين اهله بيقولوا له كده؟ انا بس؟ كلنا تجربة مشتركة. جه في يوم الكهرباء قطعت عندنا وشفنا المنظر ده بقى، احنا والعماير اللي جنبنا والشارع اللي ورانا القطع عمومي، ومامتي قاعده تقول لي ما انت لو مهندسه كهرباء كنت شغلت لنا النور، وانا اقول لها يا ماما يعني الحي قافل الكهرباء علينا كلنا مش هعرف. قالت لي ما انت مش مهندسه كهرباء بجد وبتضحكي عليا. عدى الموقف، بس انا ايه حزت في نفسيتي الكلمه وقلت لا انا متضايقه. جه مره تاني وحصل ايه المنظر ده، الدور بتاعنا قاطع فيه النور وبقيت الادوار ايه فوقينا وتحتنا منوره، قلت لا يبقى القطع مش عمومي. رحت كده عند لوحه الكهرباء بتاعه البيت عارفينها وفتحتها، انا اصلا خايفه اتكهرب، انا ساعتها ما كنتش اتكهربت لسه، يعني بعدها اتكهربنا كتير بس يعني ساعتها ما كنتش اتكهربت، فانا اصلا متصوره ان انا بس همسك اللوحه هتكهرب وخايفه جدا. وفتحتها لقيت المفاتيح كلها باصه في ناحيه، وفي مفتاح كده رئيسي فوق لوحده وباص الناحيه التانيه. رحت مديت ايدي وقلبته والشقة نورت، وايه حسيت ان انا ايه مهندس كهرباء وقعدت منتصرة كده ومبسوطة. ليه بحكي لكم القصة دي؟ عشان احنا النهاردة هنتكلم عن الديستريبيوشن، لوحة الكهرباء دي والكهرباء اللي داخلة البيت، وكل الحاجات دي تعتبر اجزاء من الديستريبيوشن، مش بس السكني، كمان التجاري، المولات، المصانع، كل الحاجات دي خاضعة للديستريبيوشن. عايزاكم تفكروا معايا ايه الكهرباء اللي في المبنى ده داخلة لنا في صور ايه؟ يعني مثلا إنارة، ماشي، اللي هي المجالات اللي بتستخدم كهرباء جوه المبنى، الإنارة، ماشي، الشاشات اللي هي صح، التكييفات، أحسنتوا، اللي إيه؟ ماشي. طيب هوريكو مظبوط الساكتس اللي في الحيطة هنا، دي مجالات الديستريبيوشن، اللايتنج اللي هي الإنارة، الباور والسوكيتس اللي هي السوكيتس اللي في الحيطة دي، الهيفي لودز زي التكييفات، ولو أنا في مصنع مثلا عندي مكن، شغل اللايت كارنت يعني مثلا أي كاميرات فيديو، شايفين الكاميرا اللي هناك دي اللي في آخر القاعة دي بيدخل لها فولتج أقل من الفولتج اللي بيدخل مثلا للتلفزيون، ده بيبقى اسمه شغل اللايت كارنت. أي حاجة ليها علاقة بإنذارات الحريق دي كلها برضو لايت كارنت. هنتكلم برضو بعد كده عن البانل سكادجول، وفي مواضيع بقى زائدة احنا مش هنقدر ايه نطبق كل حاجة عشان دي ورشة في الاخر عملية وزمنها محدود، فهنتكلم برضو عن الايرثينج والمين بانل بس ايه باختصار شديد. طيب، في مهندس كنا نعرفه كان بيدينا اوتوميشن، وكان بيقول لنا ان زميله صاحبه جدا جدا كان مسؤول عن خط تصنيع الاوريو في مصر، والمهندس ده سافر واخد اجازه يومين والخط الانتاج ده حصل له مشكله والمكن وقف وما بقاش في اوريو في مصر لمده يومين، والمصنع يكلموه ويقولوا له المبيعات مش عارف ايه، فهو كان حاسس ان هو على مسؤوليته يعني على عاتقه مسؤوليه كبيره قوي بتاعت ان هو ايه كل الاوريو اللي في مصر مرتبط بيه. فانتوا النهارده هيبقى عندكم مهمه مشابهه، انتوا هتنقذوا تصنيع الزبادي في مصر. المصنع اللي احنا هنشتغل عليه هو مصنع موجود في 6 اكتوبر ومصنع حقيقي، وهو بينتج المكن اللي بيصنع الزبادي. تمام، حتى لو انتوا حاسين ان ايه الموضوع ده ممكن يكون مش مهم، انا عايزاكم تحسوا بان قد ايه الحاجه اللي انتوا هتعملوها دي هتفرق حقيقي. طيب، ده المصنع اللي عندنا، هو مصنع 3 ادوار، ده الدور الارضي اللي فيه. حاجه مهمه تفهموها في الديستريبيوشن هي بناء المصنع اللي عندك، عشان ده هيساعدك بعد كده في الشغل كتير. هو في ساحة كده على حرف يو فيها المكن، الحاء دي يعني حصان، ده الريتد باور بتاع المكن،
وبعد كده في جزء هنا مربع، في بقى المباني الإدارية والحاجات دي في الأدوار اللي فوق. هنا في حمام، وهنا في سلم، هنا في أوضة بيشتغلوا فيها شغل الكهرباء بتاع المكن، وهنا في سلم، وهنا طرقة، والإريا دي زي ايه المنور بتاع المصنع، يعني إريا بين السلمين ما فيهاش أي حاجة. طيب ده الدور اللي فوقيه، فاكرين حرف اليو اللي كان عامل كده؟ طيب جزء منه مستمر، مش دور واحد بس، دورين فوق بعض، يعني الدور اللي تحت والدور ده، وجزء منه له سقف. وهنا مثلا دي غرفة الإدارة، هنا السلم مكمل، طبعا هيكمل معاه 3 أدوار. هنا دي غرفة موظفين بدل المنور وأوضة الكهرباء اللي كانت تحت. هنا في بوفيه برضو، سلم، وهنا حسابات وإدارة، يعني مكاتب الموظفين. آخر دور هيكون بقى هنا في إيريا مخزن كبير، وعلى الشمال هنا في إيريا مخزن كبير. فسقف المصنع أو سقف الإيريا اللي كان فيها المكن كان آخره إيه؟ الدور التاني. كده فهمنا تشكيلة المصنع عاملة إزاي. إحنا هنستخدم برنامج دايلوكس. تعالى نفتحه مع بعض وهنمشي خطوة خطوة زي ما بوريكو هنا. طيب انا فاتحة الديالوجز. اول حاجة هعملها، احنا كلنا عندنا الويندو دي، ولا حد عنده ظاهر حاجة مختلفة؟ اول لما بتفتح الديالوجز ايبو ابدأ، انت ظاهر عندك حاجة مختلفة؟ ماشي، لو حد محتاج دقيقة دقيقتين يظبط البرنامج ممكن نستنى. كده دوسنا على Outdoor and Building Planning وفتح معانا فايل الايفو. بعد كده هنيجي على اول ويندو خالص على الشمال فوق اللي هي Plans، وندوس Load Plan. انا هنا عايزة احمل البلان اللي عندي. طيب احنا في الديالكس ايفو عشان الران تايم هنشتغل دور دور. احنا ممكن نعمل مبنى 3 ادوار فوق بعض، بس هياخد وقت كتير جدا في الران تايم. فاستاذنكم قبل ما تعملوا لود هتفتحوا فايل الكاد اللي انا بعته
وتمسحوا منه الأدوار وهنلود جراوند بس. ماشي، هوريكو في فايل الكاد. مش ده فايل الكاد اللي عندكو اللي هو التلات أدوار؟ امسحوا الدورين، هقول لكم اني دورين. ده الدور الارضي، خلوه. هنمسح الدورين دول بالفيو اللي في الجنب، نعمل ديليت. تمام، حاليا هنشتغل على الارضي بس. كل وصل للمرحلة دي عملنا ديليت. ماشي، فايل الاوتوكاد اللي انا بعته هنمسح منه الدورين دول، هنخلي الدور اللي فوق بس الارضي. يعني خلي الارضي وامسح الباقي. ريد اونلي الاوتوكاد. ما تقدريش تعمليه اديت، بيطلع ايرور. طيب لو بعتلك الفايل اللي فيه الجراوند بس هتقدري تحمليه؟ ماشي، ماشي، لحظات. ماشي، الناس مسحت الدورين. طيب شايف الأرضي أنا عايزاه؟ امسح ده وده وده. تمام، وسيف الفايل كده. تمام يا منى، ماشي. الشباب اللي معاهم لابتوب هنا، تمام، مسحتوا الدورين دول اللي هو الايه، الاوتوكاد فبيلود يعني. ماشي. طيب ادخل على النتورك تاني وحمل من الواتساب. انا بعت على الواتساب. بعت على الواتساب الجراوند بس لوحده، هو لسه مفتوح. ماشي، طيب على بال ما الشباب يحملوا الجراوند، انا لما دوست على هنا في البلان واخترت فايل الاوتوكاد اللي هو اللي انا عملت فيه الجراوند بس، هينزلهولي عندي في الدايلوكس بالمنظر ده. باشمهندس اللي هناك اسمك ايه؟ باشمهندس عمر. ماشي، وصل عندك المنظر ده؟ اوكي، ماشي. منه وصلتي؟ ماشي، بعد كده هدوس ايه؟ next. هو هيطلب مني ان انا احدد له scale بتاعي، فهاخد اي طول على اللوحة معلوم الطول بتاعه وبين النقطة دي والنقطة دي، هقول له ايوه ده كده. وهو يسألني اللي انت عملتيه ده كام، فهقول له 4 متر وادوس انتر. هو كده فهم سكيل اللوحة الحقيقي، فهو عمل ان الميجرد لينث اللي انا دوست عليه 4 متر، وان هو في الحقيقة ايه 4 متر. وصلتوا يا شباب؟
بعدها بدوس فينيش. طيب كده خلصت كل اللي عايز اعمله في قائمة البلانز. طيب هنسيب البروجكت مع بعض. هو لما بتدوس هو عمل قدامك ظهر المصنع، دوس نكست. وهيقول لك درو المسافة او سبيسيفاي السكيل، فهتضغط على اي نقطة عندك في المصنع مسافتها معلومة، نقطة ونقطة، وبعد كده هتدخل الرقم المسافة. تمام يا شباب. طيب بعد كده هننتقل على قائمة السايت. هو ده بالنسبة للدايركس، ده دلوقتي ألوان، هو مش عارف الألوان دي ايه يعني بتمثل ايه، فأنا عايزة أرسم له الحدود بتاعة المبنى بتاعي اللي هي تبقى ايه، حدود المصنع. الحدود الخارجية للمصنع هي دي، اللي بره ده السور، يعني سور بين الشارع والمصنع، بس مش حدود المبنى بتاعه. فهدوس على draw new building. تمام، واجي على حرف المصنع هنا، هيسحب معايا سهم، هزوم اوت لحد ما ايه، اجي على حرف المصنع التاني. اول لما هاجي هنا هيبدأ يرسم لي الاريا بتاعتي في المصنع، معناه ان انا ماشية مظبوط. هكمل هعمل الاربع جوانب، وبكده اكون ايه، قفلت الحدود الخارجية بتاعتي للمصنع. كده الديلوكس فاهم الاريا اللي انا بتعامل معاها عامله ازاي، وراح على طول ايه، اظهرها لي باللون الازرق ده. خلصنا المرحله دي. باشمهندس انت حملت الفايل الجراوند بس وعملت لود؟ ما انت مش محتاج تفتح كاد، انت فعلا من الديلوكس هتلود الكاد على طول. هتدوس درو نيو بيلدينج، وبعد كده تدوس على كل كورنر من كورنرات المبنى. فبص في القائمة دي السايت. أيوة، الحدود الخارجية الأربعة كورنر اللي هي هنا. اسأل. ماشي. هو احنا المشروع ده بنعمل ايه؟ مشروع مثلا اللي بيبقى في مكاتب استشارية أو مكاتب، ايه اللي بيحصل؟ هو بيبقى عندك مهندس معماري، مهندس مدني، مهندس ميكانيكا، مهندس كهرباء. انت بتستلم الفايل اللي المعماري بعتهولك، انت مش بترسم ولا حاجة من الحاجات دي. هو المعماري صمم المبنى وبيبعت، ما هو بيبقى مكتوب، بص في الكاد الأصلي بيبقى مكتوب هنا مثلا ايه، ده مسقط رأسي للدور الأرضي، وبعد كده هنا ايه، مسقط رأسي للدور الأول، مسقط رأسي للدور الثاني. هو كاتب لك بعد كده، جايب لك صورة المصنع. لكن انا مش لازم اكون فاهم يعني اللوحة بقى من جوه بتتكلم في ايه او منين بيودي على ايه والكلام ده. لازم يعني، لازم عشان انت هتوزع جواه كهرباء، فلازم تبقى فاهم احتياج كل غرفة من الكهرباء. شباب عملنا الخطوة دي. اسمه ايه باشمهندس اللي لابس برتقاني؟ عمر وعمر الاثنين. طيب باشمهندسين عمر، وصلتوا للنقطة دي؟ لا مش لازم بالظبط، انت طبعا يعني اصلا ده مبنى سهل، ماشي، ده مبنى مربع، هيطلع لك احيانا مباني هيطلعوا عينك، حتة طالعة حتة نازلة حتة داخلة، فعادي حاول ان انت تبقى دقيق بس خلاص يعني. طيب الخطوة الجاية هدوس درو نيو روم. فن بقى ان انا اقسم الغرف في الديالوكس، مش بيبقى مش على طول، مش معنى مثلا ان الساحة دي اوضة واحدة ان انا هعملها اوضة واحدة، هيبقى الانارة فيها صعبة، فممكن اقفلها ايه، اريا هنا كده، اريا الطويلة دي، واريا هنا كده، وايه المستطيل ده. ف
فهاجي مثلا من الحدود الداخليه بتاعه الغرفه، يعني ازوم ان كويس كده. هنا مثلا مين الباشمهندس اللي كان بيسال على فهم اللوحه؟ هنا مثلا ده ايه؟ ده شكل عمود، وبعد كده جنبه الحيطه. فانا هاجي من عند الحيطه، عند تقاطع الحيطه والعمود، وهشد خط لحد ما اوصل للجهه التانيه من الغرفه. وبعد كده عايزه اقفل كده، عايزه مش عايزه اخد السلم معايا، فهنزل كده. وبكده اكون ايه؟ قفلت الاوضه. هيطلع لي روم 1. طيب يعني هو كده ايه؟ حدد ان دي اول روم. هدوس درو نيو روم تاني، وبعدين اخد حدودها. ما ينفعش الغرفتين يبقوا متقاطعين. معاكي ماوس؟ عايزة تتحركي ازاي؟ ماشي، هتدوسي على ده وتدراج. دوسي ودراج. ماشي، وصلت لإيه يا باشمهندس عمر؟ حملت الملف. هتدوس في قائمة البلان دي. مش ظاهر لك الأول إزاي؟ مش ظاهر لك ده صح؟ أول أنت ظاهر لك 3 صفوف كده صح؟ أول حاجة في أول صف، دوس عليها. هتدوس في قائمة بلانز لود بلان، وهتختار فايل الكاد ده. هيا يا شباب، ماشي. انا بقول هنا ان احنا هنقسم دي هتبقى روم، ودي هتبقى الروم التانية، والروم التالتة. ما انا هقولك بقى، دي روم كده كمان، وحدودها الحدود هنا. انا هعدلها. طيب افرض انا رسمت الروم غلط، اضغط على الروم اللي انا عايز اغير فيها حاجة، واشد بقى احرك اللي انا عايز اعمله، واسيبه في المكان اللي انا عايزه. اكليك بره وخلاص كده الروم اتظبطوا معايا. طيب الروم دي هتبقى روم، وده هيبقى روم من اول هنا لحد الاخر، والحتة دي هتبقى روم لوحدها. لا، الحتة السلم والمنور هوريكم نعمل الرومز ازاي فيه. طيب اريا السلم، الممرات بيبقى ليها حسابات مختلفة عن السلالم، فهاخد هنا كده من اول الحتة اللي قدام السلم، هعمل روم جواها السلم بس. خدوا بالكم ان الرومز ما ينفعش تتقاطع مع بعضها، هي ما ينفعش يبقوا على خط واحد. كده عملت الروم اللي فيها السلم هنا، هعمل قصادها الناحية التانية. بعد كده الحمام هيبقى روم لوحده. بمشي على الحدود الداخلية بتاعت الحيطة جوه الأوضة. طيب كده بقي عندي حاجتين، الممر الطويل الطرقة دي، وأوضة الكهرباء اللي بيشتغلوا فيها الكهرباء بتاعة المكن.
طيب خلصنا كام روم يا باشمهندس عمر؟ انتوا انت عايز تحط الرومز اسامي؟ مش ظابطة؟ ماشي، مش لازم مظبوط، المهم بس الروم هو مطلع لك مثلا روم 1 روم 2 في الاخر. ايوه صح ماشي. ايوه ايوه دي حاجة بتيجي بالخبرة، بس مثلا انا عارفة عشان اشتغلت على حاجات تانية ان انا لو عملت الاريا بتاعت الوركشوب دي كلها حاجة واحدة هيتعبني قوي في الكالكوليشنز. عامة الطرق او السلم مش بيبقوا روم واحدة، كل غرفة مثلا الحمام ده اكيد روم واحدة، يعني لو في غرفة مقفولة خلاص هي روم واحدة، لو عندي حاجة الاريا فيها كبيرة جدا بحتاج ان انا اقسمها لكذا منطقة. ها اه في فرق. انا دي الروم 2 دي كانت حدودها هنا، انا سحبتها لحد ما بقت حدودها هنا. ماشي هقول لك ليه لا، ده سؤال جيد، هقول لك ليه لا. تعال في ملف المعماري اللي مضايق الناس كلها، ده الدور التاني صح؟ فاكرين لما قلت لكم ان ساحة المصنع اللي هي عاملة حرف يو دي جزء منها مكمل دورين وجزء منها مش مكمل الدورين، يعني ده مازال ساحة المصنع، فانا قسمت ده هنا عشان تخيل انت عندك ساحة مصنع على حرف يو جزء منه سطحه هنا وجزء منه سطحه هنا. انا عارفه ان هي حاجه دلوقتي انت هتقول لي استحاله يبقى في حاجه زي كده في الحياه، بس انا رحت المصنع ده وشفت، فوالله هو حصل في الحياه كده. هي ممكن يكون تعقيد زياده في الملف بس احنا هنتعامل معاه. خلصنا كل وزع الرومز؟ جاوبت على سؤالك عمر؟ ماشي، اخترت عملت لود بلان، دست هنا درو نيو بيلدينج، دوس على درو نيو بيلدينج. ماشي احنا في قائمة سايت. ماشي وبعد كده هترسم، هترسم بقى البيلدينج بتاعك من بره، هتيجي على الحرف ده، هتيجي على الحرف ده، وتيجي على الحرف ده، والحرف ده، والحرف ده، ارسم عندك يلا اسأل.
المبنى بتاعي اكيد فيه شبابيك، اكيد فيه ابواب، صح؟ انا لازم اقول للدالكس فين الحاجات دي، فهدخل على ايه؟ اي فتحة في الحيطة بيبقى اسمها aperture. هدخل على قائمة الابرتشرز اللي هي شكلها كده، تعالوا نروح الدالكس اللي هي دي، تمام؟ وهقول ايه؟ draw new aperture. طيب هتقولوا لي وانا عرفت منين ان في باب؟ تعالوا نبص كده على الحيطة الخارجية بتاعة المصنع، اللون الازرق ده ايه؟ دي شباك، مظبوط. فهاجي على اول اللون الازرق واشد خط لحد اخر اللون الازرق. ام هو رسم لي؟ لا طبعا رسم لي حاجة غلط، اكيد الباب مش ب يعني ايه حط اسود عليه. هو حط اسود عليه، هلغي اللي هو عمله ده، هدوس draw new aperture، هزوم ان من هنا لحد هنا، ومصمم برضو يعملها لي غلط، مش عارفة ليه بيعملها كده. طيب في حاجة غلط. يا شباب وصلتوا لإيه؟ هو مش محتاج والله. ماشي، انا حصل لي عطل، فايه الشغل اللي عملته اتمسح فبعيده. ده ايه؟ فرصة ان انتوا تنجزوا اللي انتوا فيه عشان نكمل بقية الخطوات. يا شباب وصلتوا لإيه؟ أيوة صح، انت كده صح. منا خلصتي الابرتشرز، هتعمليها على كل شباك في السطح الخارجي للمبنى.
طيب رسمتوا الأبواب، رسمتوا الفتحات؟ يا باشمهندس عمر يلي بيتكلم، رسمتوا الأبواب؟ ماشي ماشي، هي الشبابيك بس عملتها كلها؟ ماشي اعملها. ماشي. المشكلة اللي كانت بتحصل حضرتك عملتيها ازاي؟ ان انا كان بيعمل لي باب كده من فوق لتحت، غالبا ده معناه ان انا كنت راسمة layer building غلط. يعني مش من بداية معينة؟ انت عملت draw new building مرة واحدة ولا مرتين؟ ماشي، امسح واحدة منهم، دوس عليها وديليت، وشوف الرومز اللي موجودة لك باقي منها ايه، وكمل شغلك. ماشي، بعد ما خلصنا الأبواب الخطوة الجاية طيب شباب نقطة نظام ونتكلم في كراك الويندوز بعدين. يا عمر كراك الويندوز بعدين، عملنا كده الأبواب، هنرجع بقى لإيه الباوربوينت بتاعنا. أنا المفروض كل غرفة أديها الفانكشن بتاعتها، هتقولولي هيفرق في إيه؟ هل النور اللي أنا بنوره مثلا في المستشفى زي النور اللي انا بنوره في البيت، زي الروم اللي انا بنوره في قاعه دراسيه زي دي، زي النور؟ لا طبعا، بحتاج مستويات مختلفه من الاضاءه. فهروح في قائمه spaces اللي هي عامله زي حرف ال دي، هاجي هنا اهو، وهختار اي روم عندي. مثلا اول روم هختارها السلم، تعالوا نعملها مع بعض، مش فارقه السلم ده او السلم ده، المهم ان هي تبقى اي سلم منهم. وهدوس في البروبرتيز بتاعتها على ايوه اختار روم، لازم تضغط على روم. ماشي، بعد ما عملنا الابواب دوسنا على spaces هنا اللي عاملة حرف ال، وبعد كده دوست على روم هيطلعها لي مزرقة، هدوس في properties على edit هيطلع لي بقى هنا قائمة كبيرة. خلو وبعدين هدوس هنا في template selection، وهو يقول لي بقى المكان اللي انت عاملاه ده ايه. شوفوا الميوزيومز، اللايبراريز، الاكزامينيشن روم، الاي اكزامينيشن روم، الدكتور السنان، الاي سي يو اللي هي حاجه في الطوارئ، حاجات ستاندرد. طيب انا السلم ده هو ترافيك زون انسايد بيلدينج، يعني مكان بيمر فيه الناس جوه المبنى، هل هو من ستيرز اسكاليترز ولا هو اسانسير، ولا المكان اللي قدام الاسانسير؟ هختار ايه؟ ان هو سلم. طيب هو طلع لي بقى حاجه هنا، الفيجوال تاسك ب 150 ال اكس. حد عنده فكره ال اكس ده بيتنطق ازاي؟ طيب ليه اسمه بقى لكس، ويعني ايه لكس؟ شده الاضاءه. ايه الشطاره اللي انتوا فيها دي؟ طيب مفاهيم مهمه ان احنا نتعلمها هي اللكس واللومنز والكانديلا. طيب اللكس كلمة لاتينية معناها نور. الصورة دي هتوضح لنا كام مفهوم كده. أنا عندي سورس بيطلع لومن معين، يعني إيه لومن؟ يعني فلكس من الضوء. يعني إيه فلكس؟ يعني كمية بقيسها في زمن معين، يعني من الآخر عدد أشعة ضوئية بينتجها اللمبة دي في ثانية، ده هو اللومن. طيب
ايه الكاندلا؟ هو عدد. دوست على حاجة؟ هي شاشة تاتش. ماشي. عدد الكاندلا هي عدد من الأشعة بتمر جوه قطر معين. يعني أنا مثلا خدت الشعاع ده في القطر ده وقلت بيعدي جواه كذا خيط من الضوء. آخر بقى حاجة اللي احنا بنتكلم عليها لوكس، وعمالين نقول لوكس من الصبح، هي في سطح معين مسافته متر مربع خلال ثانية معينة واحدة بس كام شعاع من الضوء عدوا. يعني اللومن عدد اللوكس عدد الأشعة الضوئية اللي مرت في مساحة متر مربع واحد خلال ثانية واحدة بس. تمام، وضحت شوية المفهوم؟ عايزاكم يبقى عندكم ايه إحساس بالكلمة قبل ما نشتغل عليها. طيب أنا في السبيسز دوست على روم 12 دي اللي هي كانت السلم، عندي أنا 12 عندكم رقم تاني، واخترت إن هي تكون سلم. هو قال لي إن انتي عشان الناس تشوف كويس في السلم وما تتكعبلش محتاجة 150 لوكس. طيب ده بناء على ايه؟ على ستاندرد هو كاتبه لي هنا. ده ستاندرد أوروبي، والديلوكس نفسه فيه ستاندرد من أمريكا وستاندرد ياباني متحملين، بس احنا في مصر بنشتغل بستاندرد الايه؟ المصري، الكود المصري. معظم الشغل في مصر بيبقى الكود المصري، عشان كده عايزاكم تفتحوا البي دي افس اللي انا كنت بعتها لو محملينها، او تعالوا نتفرج عليها احنا شويه. هو هنا مثلا الكود المصري بيقول ايه في السلم؟ هو اللوكس عامله كام؟ طب هو كان كام في الديلوكس؟ 150. طيب الاختلاف ده ليه؟ ده كود وده كود وده حدد وده حدد، يعني في الاخر هتلاقي الارقام قريبه من بعضها بس عمره هيبقى نفس الرقم. لان انت كل ما تزود اللوكس المطلوب كل ما هتزود القدره بتاعه الكشاف بتاعتك. طيب تعالوا نتكلم مثلا حاجه تانية، نكمل شغلنا في الديلوكس ونقارن بقى بالكود المصري. انا هختار دلوقتي الروم الطويله دي اللي هي بتاعه ايه المصنع والشغل كله في المصنع. هدوس على اديت وادخل من الاديت اختار التمبلت. هيقول لي هنا هدور على ايه؟ ميتال وركينج وبروسيسنج. ده مصنع بيصنع المكن، فاكيد هيبقى بيصنع ايه كل بقى الشيت ميتال وركينج والحاجات دي. طيب هو قال لي انت عندك اوبن داي فورجينج ولا ويلدنج اللي هو اللحام ولا شيت ميتال ورك، هتختاري ايه؟ كل حاجه من دول يعني بتتطلب لوكس معين. فانا هقول له مثلا tool making cutting equipment. ماشي، هيقول لي انت محتاجه هنا 750 او ل 1000 لوكس. فرق ايه؟ السلم كان كام؟ 150 وده 1000، عشان البروسيس ده دقيق اكتر. هخلص وادوس بره وهكمل بقيه الرومز كده، كل روم بدخل لها الاحتياج بتاعها من اللوكس، وانتوا هتعملوا ده دلوقتي. وعايزاكوا وانتوا بتعملوه في كل روم حد، يعني انتوا اتنينات بتشتغلوا مع بعض، حد يفتح الكود المصري وحد يفتح الاي اي اس. برضو شوفوا مثلا الاي اي اس كاتب الباث رومز ايه. هنا كان كاتب، تعالوا ندور مع بعض، سكولز اسامبلي هولز الكوريدور المعامل فين. لا مش لاقيها، هقول لي تاني فوق. باث رومز 100 لوكس، ده في الاي اس. في الكود المصري حمام 300. طيب اهو يعني اختلاف. انا عايزاكم تعملوا ايه وانتوا وفي الديالكس هيعمله لي ايه؟ تعالوا نشوف في الديالكس. لو انا اخترت مثلا الحمام ده وجيت اقول له edit select traffic zone، لا rest و sanitation، هيبقى ايه؟ bathroom. حطيتهولي كام؟ طيب يلا انتوا هتعملوا ده، هتقارنوا الرقم ستاندرد في الديلوكس ورقم الاي اي اس ورقم ايه الكود المصري واعملوا. لا هتخلي الديلوكس زي ما هو، هو عادي في الشغل بره بنعمل كده فعلا، بس خلاص خليه زي ما هو، يعني مش فارق.
اصل ده كود برضه، هو كود اوروبي. هو ما ينفعش في تول نحط الكود المصري فيها؟ في ناس بتحاول تعمل كده بس لحد علمي لحد دلوقتي معرفوش. ممكن نعمل ده، انا عايزة ان احنا نعمل اكبر قدر من الحاجات هنقدر نعملها النهاردة. فقدامنا بالظبط 3 دقايق وهبدأ استيب اللي بعدها. تمام، يلا نختار الروم، نأدت سلكت الحاجة اللي فيها ونسيب الرقم. بتكون باينة في الريبورت اللي هيطبع في الآخر، بس في الآخر خالص مش بتبقى مكتوبة على اللوحة، بتبقى مكتوبة جوه الريبورت. ماشي، هتسيبوها زي ما هي، بس عايزاكم يبقى عندكم مهارة ان احنا نفتح الكود ندور فيه الرقم كان كام. اعملوها في روم او 2 روم، مش ضروري تعملوها في كله، بس عايزة بس يبقى عندكم المهارة دي. عادي هتبقى ماشي على الكود الأوروبي ده في الشغل. لا مش عادي، بس انا عشان عايزة ننجز في الوقت فبقول لكم سيبوها زي ما هي، بس اعرفوا الصح بتاعها ايه. طيب لو انا مش لاقي الاستخدام بتاعي بالظبط، دي غرفة تقميع البامية وهنا ما فيش في الكود ده غرفة تقميع البامية، اعمل ايه؟ اخد اقرب حاجة ليها. يعني انا مش لازم ايه، انا مش لاقي الروم اللي اسمها كذا بالظبط، حاجة قريبة ليها في الفانكشن هتبقى قريبة ليها ايه في اللوكس. ماشي هشرحهم لك. ده الرقم اللي هو الاصلي اللي في الكود، ده الرقم بسيفتي فاكتور. كأنه واخد. نعم، ليه محتاجة سيفتي فاكتور في شدة الإضاءة؟ عشان انت ممكن يكون عندك حاجات جوه الغرفة بتأثر مثلا على الإضاءة. يعني مثلا لو انت عندك فرش كتير هيقلل من الإضاءة اللي عندك. هو بيقولك ان انا خديها بكذا عشان تتأكدي، ولسه لما تشوفي بقى توزيع مثلا النور جوه الغرفة لما نعمل سيميليشن ويظهر قدامك الشكل، هتلاقي ان هو في مناطق في الغرفة بتبقى منورة بالمطلوب وفي مناطق في الغرفة بتبقى منورة اقل من المطلوب. ممكن ده اللي هيتعمل فعلا لو احنا هناخد بالكود المصري، ان احنا هنقوم شايلين هنا كده ونكتب بايدينا. مثلا هكتب هنا ان هي بدل 200 هتطلع في الكود 500، هكتبها 500. ممكن جدا نعمل كده. الايه ريست اللي هي ايه؟ انت ليه عايز تعملها ريست؟ انا بعد واختار ان انا مثلا حمام ولا سلم، بعد كده بعمل ايه؟ بتدوس بره هنا وتقفل الريسات، هيمسح لك كل اللي انت عملته. لو خلصت قبلكوا هكمل. انا خلصت. طب انا جايه لك. طيب انا هفكرك.
دي ودي واللي هناك دي كلهم روم ماشينز. صح، وده ده حمام، ده سلالم عادي، ودي دي هي الروم بتاعت اه حد بيشتغل فيها شغل كهرباء. ودي طرقة عادية. شاطر، يلا كمل. ماشي شاطرين، هتلحقونا. بتقول ايه؟ ماشي خد وقتك. ايوه كده فرحوني. ايه الشطاره دي؟ فين ممر؟ ممر ترافيك زونز، اي حاجه اي حد بيعدي منها تسمى ترافيك زونز. ايوه لا انتي كوريدور. بصي كوريدور. ايوه خلي عينك معاهم كده عشان ها يا باشمهندس عمر قولي. بختار مثلا صح، الكلام ده مش بيرضى، فعلى مش بعد اذنكم، انت دلوقتي جوه سبيسز، نو سبيس سيلكتد، يعني هو مش معترف ان انت عملت روم هنا. نشوفه ليه مش معترف ان انت عملت روم هنا. هو انت بالنسبه له عملت دور روم. انا واحد، بص، عملت 3 مباني ودور واحد. المفروض معانا 3 فار. ايه المفروض معانا 3 فار؟ طيب انا عايزه اختار المبنى، هديليت واختاره برضو. انت اكيد مش محتاج 3 مباني. هو بص انت ملخبط بين قائمه، هعملها لك بعد كده تتعلم لوحدك. انت ملخبط بين قائمه، مش مش هيجي. جاي، بس ماشي هبقى اشدها بعدين. بيعذبوا نفسهم. هو السلم يعتبر ترافيك صح؟ ايوه اي حاجه متاح لاي حد يعدي فيها هتبقى ايه؟ ترافيك. وهقفلها اهي، مش مهم احنا لاقين. ماشي ده كده انت عملت كده البيلدينج بتاعك. من سايت. ايوه من سايت. تمام. بيلدينج كونستراكشن بقى اللي هو جوه المبنى. هختار الرومز اخر مرة نعمل كده ان شاء الله. آخر مرة. دي كده اول روم. ماشي تعالى نروح على سكيفو اهو اهو يا عم، وريها لك. هدوس عليها ادت واختار بقى هي ايه. انت اتعامل، خليك مع الروم دي لحد اخر المثال. انت هتعرف تطبق عليها كل حاجة، خليك معاها. ماشي يلا كمل. جاي في السكة اسألني. عايز اختار الروم، بس عايز اختار روم فور بس احط فيها اللايت. ما احنا لسه ما وصلناش للمرحلة دي. مرحبا، كنا بنعمل ايه هنا؟ احنا هنا كنا بنحدد، تعالى هقولك. احنا هنا كنا في قائمة spaces. انت عايز تختار دي، عايز تختار اني روم. روم 1. روم 1 الحمام. هنا هتختار edit وتقول له في البروبرتيز بتاعتها الروم دي اعملها لي. تعال ندور كده على ري ريست سانيتيشن. ماشي وهنقول ان هي ايه، واش روم وباث روم. فهو كده قال لك لما تبقى باث روم بتحتاج من اللوكس كذا. ده بالنسبه ما كده كده في اللي هو الستاندرد المصري. ايوه انت عارف، شفت البي دي اف ستاندرد المصري، وانت الشاطر اللي قلت لي ان هي الحمام هنا بكذا. خلاص هتعرف انت تنافيجيت لوحدك. خلاص انتوا خلصتوا؟ خلصتوا؟ يلا هنكمل. طيب انا دلوقتي حددت الغرف اللي عندي وحددت استخدامات الغرف دي. تعالوا نروح ايه الباوربوينت بتاعي. خلاص عملت سيت الابليكيشن. هدخل دلوقتي في مرحلة ان انا هقول لكم ركبوا لي في الاوض انوار. بصوا فوقيكم كشاف، ده اسمه ايه؟ ماشي ده في لغة العمال اسمه كشاف بلاطة. ليه اسمه كشاف بلاطة؟ شكله شبه البلاطة، وفي جنبه بلاط تاني وهو كأنه ايه،
بلطة زي. طيب احنا عارفين بقى بيبقى عندنا في البيت اللي هو ايه، النجفة وتمن دراعات دي، وفي اللد الطويلة دي، وفي القلاووز، في اشكال كتيرة جدا للكشافات. بختارها بناء على ايه؟ ده الليستة دي كانت من كتاب الدكتور عبد المنعم. اي حد محتاج يرجع لمرجع في اللايتنج بالذات يرجع للكتاب ده عشان هو مهم جدا. انا طلعت لكم منها معايير اختيار الكشاف. كل الانواع دي اختار منها بناء على ايه؟ اول حاجه طريقه تركيب الكشاف. مثلا الكشاف ده هيركب في الحيطه، ولا انا مثلا محتاجه اضاءه جانبيه، ولا انا عندي الحيطه بتاعتي شكلها ايه. مثلا المصانع بتبقى مثلا ارتفاع السقف عالي جدا، بيبقى 3 4 متر، فانا محتاجه كشاف ينفع يتركب على الارتفاع ده. نوع اللمبه زي ما انتوا قلتولي، هل هيبقى مثلا اللي هو الليد الطويل، ولا هيبقى اللي هو الشكل البلاطه ده. الكوفر والديفيوزر، مثلا اناره غرف العمليات بتبقى على اللمبه او على الكشاف كده من بره طبقه انتي بكتيريال، ما بت يعني بتبقى طبقه كده من الزنك مش بتجمع البكتيريا، دي حاجه مهمه جدا في التعقيم. الاي بي اندكس بتاعها، بافتراض مثلا انا عندي اوتيل والاوتيل ده فيه حمام سباحه، الانوار اللي بتبقى محطوطه جوه حمام السباحه بتبقى ليها اي بي اندكس عالي جدا. عارفين اي بي اندكس اللي هو بيبقى اي بي وبعديه رقمين، اول رقم الحمايه ضد الاتربه، تاني رقم الحمايه ضد الميه. مثلا احنا تليفوناتنا كلها اي بي 66، لو حد عنده تليفون اللي هو ووتر بروف اللي هو يترش بس ما ينزلش في الميه والحاجات دي هيبقى اي بي 66. وكل ما الرقم بيعلى كل ما قاومته للاتربه والماء بتزيد. الكالر ريندرينج والكالر تمبرتشر، عارفين الناس اللي بتقولك الاضاءه، ده مهم جدا، ده حاجه بختار عليها الكشافات برضو. واخر واهم حاجه والحاجه المنطقيه، البياعين الموجودين واسعار الكشافات المتاحه. دي العوامل اللي انا بختار بناء عليها الكشافات عندي. ف بناء عليها المكاتب الاستشاريين في مصر والناس اللي بيشتغلوا في اللايتنج في مصر تعارفوا على حاجه معينه كده، ان احنا هنشتغل باربع انواع رئيسيه من الكشافات، هما اللي قدامكم دول. اول حاجه كشاف الايه، البلاطه 60 في 60، بستخدمه فين؟ احنا فين دلوقتي؟ ورك سبيس، مكتبه، اي قاعات دراسيه، اي مكان كبير زي المكاتب، زي القاعات الدراسيه، الجامعات، الحاجات دي كلها بيبقى متركب على سطح شكله ايه. لو احنا فتحنا شلنا بلاطه من البلاطات دي وفتحنا السطح هنلاقي ان ده سطح مزيف وفيه فوقيه سطح حقيقي، ده اسمه سقف ساقط. بنزل كده، انا مش عارفه انتوا شايفين، بس بنزل من السقف الحقيقي شوية أعمدة بركب عليها البلاطات دي. في نفس الوقت لو عندي مثلا تكييف مركزي بمشي التكييف جوه البلاطات وكده. ده أول نوع ومن أكتر الأنواع إيه استخداما. تاني نوع عندنا، مين كان قال الليد الطويل؟ هو ده 120. بستخدمه فين مثلا؟ ماشي، في الشقة فعلا بيبقى إيه، في الممر، وفي زي الأماكن الكبيرة اللي هي زي الجراجات زي الحاجات دي. وعامة بستخدمه في الأماكن اللي مش محتاجة إضاءة قوية، ممكن أثبته على السقف على طول، وممكن أثبته معلق إن هو في إيه، خيط كده بينه وما بين يعني unsuspended بالظبط. آخر حاجة السبوتات، أو قبل آخر حاجة، السبوتات اللي بستخدمها في الحمام مثلا، في الطرقة دي بتركب على السطح نفسه وممكن تركب على ايه، السقف الساقط زي ده. واخر حاجه عندي بتبقى في المصانع هي الهاي بي. شفتوا لو حد راح ورشه الكليه هنا، دخل ورش ورشه النجاره، شفتوا المنظر ده اللي هو يعني نازل كده من السقف كشاف عامل زي الكون وده بينور، فده الهاي بي وبيبقى معلق. طيب ده جايد ان انتوا ممكن تستعملوه، بس هو لا جاي من ستاندرد ولا جاي من حاجه قران، يعني ممكن استخدم اي نوع من الحاجات دي بالظبط، بس ده بقول لكم دي الاستعمالات الدارجه. طيب هننتقل دلوقتي على قائمه اللايتنج. احنا من الصبح عمالين نقول احنا عايزين نحط الكشافات،
فين بقى الكشافات؟ انا كل ده كنت في قائمة construction هنا، واضح؟ هدوس على قائمة light، كله محمل فيليبس. ماشي، جوه فيليبس بقى ايه؟ لا غالبا مش هيبقى عندكم الشكل ده، عشان انا بس كنت شغاله على الدايلكس قبل كده. هندوس هنا سيلكت، ماشي، في اكتيف لومينير هيطلع لك شركات كتير، صح؟ طلع لك فيليبس. المشكله هنا انت طلع لك فيليبس يا باشمهندس. ماشي، دوس عليها، وبعد كده هتيجي هنا في الجنب تعمل حاجتين. هتقول start product catalog offline، ماشي. يلا ها يا باشمهندسين تعبتوني. ايوه، دوس هنا start product catalog offline، هنا start product catalog offline. انت محمل فيليبس ولا مش محمل؟ يا بتاع الكراك وعمال تنزل للناس مش عارفه ايه. طيب سيف الفايل واقفل دايلوكس وافتحه تاني. هيا يا بنات. ايوه ماشي، شاطر. سؤال بقى مهم، هنسيف ازاي؟ كنترول اس، ستارت برودكت كتالوج اوف لاين. فتح بقى حاجه جديده، عالم جديد هنكتشفه مع بعض برضه. شاطرين شاطرين شاطرين. ايوه هو، افتحه. ما انت مش شغال على الدايركس قبل كده، اكيد هو ده. عادي، فاضل لنا قد ايه ونمشي؟ ربع ساعة. طيب في مصلية هنا، ممكن تستأذن تصلي الظهر في الأوضة اللي ورا وارجع تاني. بس احنا لا، لو عايز تقوم للصلاة مفيش مشكلة. لا لا، احنا اخرنا في القاعة 2. طيب يا اعزائي، هنفتح الكتالوج بتاع فيليبس. بص لا، هو غالبا مش محتاج الراستر، احنا كده كده ربع ساعة. فهقول لك حاجة، يعني بكرة انت هتيجي بكرة ان شاء الله يا باشمهندس عمر، حاول تشيل كتالوج فيليبس وتحمله تاني. تعرف ازاي انستول؟ مش ديليت، ماشي، انستول وحمله تاني واشوف معاك اللابتوب بكرة. طيب بختار هنا يا شباب الخير، انا دلوقتي فتحت كتالوج فيليبس. دي مش حاجة انا هعلمها لك، ليه؟ لان انا اكيد مش حافظاها، مفيش حد بيبقى حافظ كتالوج شركة بالكامل، بس هعلمك ازاي تفتح كتالوج تبص فيه، ده اللي في ايدي اعلمه لك. هنعمل ايه؟ هنختار لومينير كاتيجوري. طبعا انت لو واحد شغال في فيليبس وحافظ الاكواد بتاعتهم هتبقى عارف. طيب هو بقى كتب لي ايه هنا؟ الريسست، الريسست اللي هو زي الكشاف البلاطه ده، سيرفيس ماونتد زي الايه، الكشاف اللي هو سبوت اللي هو اللي بيبقى مدور ده، السسبندد منها الحاجات اللي بتبقى متعلقه، الهاي بي واللو بي بتاعت المصانع. فانا هختار حاليا مثلا حاجه هنعرف نشتغل عليها كلنا، الهاي بي واللو بي، ماشي. بعد كده هيفتح لي، هيفضل يرن كده، هيقول لي اللايت سورس كاتيجوري، بيقول لي بقى اختاري عدد اللومنز اللي هيطلع من الكشاف بتاعك. انا هختار حاجه متوسطه كده وهقول ايه، 20,000 لومنز. انا بدور في الكتالوج، ماشي، هلاقي ان هو عنده نوعين من الكشافات ده، وبعدين بيقول لي اختاري برضو هنا حاجه، وراح ورهوني. طيب انا بافتراض طلع لي شكل مش عاجبني، شكل مش ده اللي انا كان قصدي عليه. مثلا لو انا كنت بختار، مثلا انا كنت عايزه بافتراض، مثلا لو انا كنت عايزه حاجه تانية، مثلا ده طلع لي الكشاف الليد اللي هو 120، بس انا كنت عايزه البلاطه، فهقوم دايسه ريست او ريست اول، ويخفي لي ويرجع لي تاني اختياراتي. تمام، المهم نرجع على الهاي بي واللو بي. بعد كده نرجع على الموديل اللي اخترناه بتاع 20,000،
واخترت ده واخترت ده. طيب بقرا عنه ايه بقى؟ المفروض انا كنت اوريدي مختاره النوع ده. تعالى اختار النوع ده. ماشي ماشي، ده مثلا كشاف كده. المفروض بقرا عنه ايه؟ التكنيكال سبيسيفيكيشن بتاعته. بيقول لي اللومينس فلكس بتاعه 12000 لومنز، والباور اللي هو بيسحبها 84 واط. دي مثلا حاجه افكر فيها فاتوره الكهرباء. طوله وعرضه وسمكه، هل هو محتاج مثلا حاجه خارجيه تحركه؟ لا. طيب الدرجه اللون بتاعه بتبقى ايه؟ بتبقى كذا. البيم انجل بتاعته، يعني ايه بيم انجل؟ يعني الكشاف ده بيطلع نور في اتجاه معين، هل هو اتجاه واسع فانا هحتاج كشافات اقل، ولا هو ضيق شويه فانا هحتاج احط كشافات اكتر؟ دي كلها حاجات ايه بختار بناء عليها. عامه احنا هنختار 20000 ده، وانا كنت اعملوه بقى ايه، سواء بقى 840 او 865 اعملوه اد. ماشي اد لللايبراري بتاعتكم. فين بوينت سورس؟ اد لومينير اسم. لا ما تدوسش، هتدوس بس اد هنا. ماشي، اي حاجه شكلها هاي بي هتمشي يا منا. في الاخر ده كتالوج، مفيش حاجه غلط، احنا بنسلك اد. بعد ما دوسنا اد خلي كتالوج فيليبس مفتوح ممكن نحتاجه. هيظهر لك فين؟ هيظهر لك هنا. ماشي، انا كنت منزله كذا نوع كشاف فعندي كلهم، بس انت هيظهر لك هنا. هتقوم دايس عليه، او هو اصلا متداس عليه عندك. تمام. طيب كده الناس كلها عندها الكشاف بتاعها في الاكتيف لومينير بتاعها، خلاص هو معتبر ان انت لما تحط كشافات هتشتغل بده. هنعمل حركه بقى قويه جدا، هندوس على اوتوماتيك ارينجمنت، وهقول له حط لي الكشافات دي بطريقه اوتوماتيك في الروم دي، وهسيبه يتصرف. وهقول له ايه تاني؟ حط لي الكشافات بطريقه اوتوماتيك في الروم دي، وحط لي الكشافات بطريقه اوتوماتيك في الروم دي. طيب حد ملاحظ ان هنا في حاجه غريبه؟ ان ايه؟ لا، غير ان هو بيسنتره. يعني انت لو الطاقه المستهلكه كتيره، يعني حسب المساحه، يعني هنا حاطط 6 هنا 2. يعني في حاجه غلط صح؟ ليه مثلا هو حاطط الاثنين دول كده ما حطهمش هنا وهنا؟ يعني حاسه ان منطقي ان احنا لو انا هحط الكشاف بايدي هفكر ان انا احطه هنا وهنا، صح؟ طيب لو انا بقى اقول له التوزيع الاوتوماتيك بتاعتك دي مش عجباني، بعمل ايه؟ بكليك على التوزيع بتاعته وبنزل في الارينجمنت هنا. هو قال لي الاكس فيها كشافين، يعني انت عندك كشافين افقيا وهو صف واحد بس من الكشافات. هقول له لا، اعملي العكس، اعمل لي كشاف واحد في الاكس وكشافين اتنين في الواي. ماشي، حاسه ان ده بقى منطقي اكتر. طيب ايه المفروض ان انا بعمل كده مع كل انواع الكشافات في كل الغرف؟ بما ان وقتنا محدود واحنا اصلا المفروض نخلص قريب، فهعمل ايه؟ انا كده عملت سيلكت، خلاص عملت اوتوماتيك ارينجمنت. هنبص على حاجه مهمه اسمها الاستيميت كالكوليتر. بعد ما بنزل في حته الارينجمنت دي تحتها حاجه كمان، هو بيقول لي في الغرفه بتاعتك دي تارجت اللكس كان 300 اكوردنج لايه؟ ايوه صح، ستاندرد اللي انا دخلته التارجت بتاعك كان كذا، وبالتوزيع الحاليه استمت يعني هيبقى 570. فانا كده في التمام ولا مش تمام؟ اعلى من المطلوب. هبص برده في الروم دي، قبل ما رن بدوس ايه دايما على الاستيميت كالكوليتر. هنزل هنا، هو قال لي التارجت بتاعك كان 750، انت 860. هنا برده في الجزء ده من الغرفه التارجت بتاعي كان كام؟ كان 300 والكرنت 560. ثم ماذا؟ ثم هاجي هنا في الكالكوليشن، انا كده خلاص وزعت كشافاتي وتأكدت ان الاستيميشن بتاعها كويس.
هاجي في الكالكوليشن وادوس كالكوليت اول لايت سينز، معلش هدوس اكتف لايت اونلي عشان ما يحسبليش الغرف اللي انا مش عاملاها، اكتف لايت اونلي ماشي، وهدوس ايه كالكوليشن. البرنامج بيرن بيحسب ايه؟ بيحسب اللوكس وتوزيعه ازاي وبيوصل لفين، وطلع لي شوية ارقام وداتا هنا. طيب روم 10، تعالوا نبص مشكلتنا ايه في روم 10. روم 10 ايه المشكلة؟ التارجت بتاعي في اللوكس انا محققاه، بس في حاجة انا مش محققاها، نسبة المينيمم على الافريج مش محققاها. طب المينيمم بكام؟ ب50. طيب يعني في حتة في الأوضة دي اللكس فيها ب50 بس الأفريج بفوق ال500، فأنا عندي مشكلة في إيه؟ إن في كونتراست كبير في الأوضة، في حتة منورة الإضاءة مطلوبة والحتة التانية إيه مفتقرة للإضاءة. أحل مشكلة زي دي إزاي تفتكروا؟ أزود كشاف، هقوم راجع على إيه، على الأرينجمنت ده وأدوس عليه، أقول له طيب بص ما تعملهم ليش اتنين، اعملهم لي تلاتة. بس انت دوستي على run وكالكليشن، طلع لك الويندو اللي في الجنب دي، دوسي على المثلث. هتشوفي بقى الافريج والمينيمم والماكسيمم وارقام المينيمم على الافريج والمينيمم على الماكسيمم. طيب من هنا هدوس على كالكوليشن، هو عندي متظلل بس عندك المفروض ما يبقاش متظلل. اكبر من 1000؟ معناه ان انت يعني عامله ازيد من المطلوب، بس هو يعني الايرور في ان انت في فرق بين المينيمم والافريج كبير قوي. طيب احنا في مصر بامانه يعني بمنتهى الامانه ما بنهتمش قوي، يعني في الشغل العملي هيقول لك ايه يعني مش انت محققه اللكس المطلوب، مش مهم توزيعه داخل الغرفه مش مهم، بس الصح ان هو يكون كده. طيب في حل تاني ان انا ايه اعدل بيه المشكله دي، ان انا اغير نوع الكشاف، اجيب نوع كشاف مثلا البيم انجل بتاعته ايه اوسع. يعني انا ممكن اغير ايه، تعالوا نفكر في الحاجات نقدر نغيرها عشان نصلح المشكله. حد قال لي بيم انجل، حد قال لي زودي، يلا افكار تانية. اغير البوزيشن ماشي، دي حاجه ليها علاقه بالارينجمنت، عامه دي الحاجات اللي انا اقدر اغيرها. اغير الارينجمنت، ازود الكشافات، اغير الكشاف نفسه، اجيب حاجه عندها اللومينانس اعلى او بيم انجل اعلى، واعيد من هنا ورايح بقى الديالكس ايه ترايل ان ايرور، بغير كشاف، بغير ارينجمنت، بغير عددهم، بشوف المشكلة عندي ايه. وبكده احنا نكون خلصنا الديالكس. هو طبعا في حاجة كنت عايزة اوريها لكم، شايفين ماشي، احنا كنا هنا كده صح، خليها 3D واتفرج بقى على الشغل بتاعي وادخل كده جوه المصنع اعيش مع المكن. طيب ايه البلين الاصفر ده؟ ايه البلين الاصفر ده؟ ده اسمه الوركينج بلين. هل انا محتاجة الاضاءة تكون كويسة في الارض ولا محتاجة تكون كويسة على المكتب؟ الستاندردز تعرفت ان معظم البني ادمين لما بيحتاجوا يشوفوا حاجة بتكون على ارتفاع 0.8 من الارض، 0.8 متر. فالوركينج بلين ده هو البلين اللي هو بيشوف عليه بقى قواعد اللوكس دي كلها. تعالوا كده نتجول جوه المصنع بتاعنا، شايفين المصنع اهو، منطقة الانتاج الاولى ومنطقة الانتاج التانية ومنطقة الانتاج التالتة والحمام والسلمين والطرقة. تخيلتوا شوية شكل المصنع؟ طيب وبهذا نختم النهاردة الديالوكس. احنا لسه في حاجات كنا محتاجين نكملها بس يمكن عشان وقت الاوبن تاك النهارده طغى شويه.
لسه محتاجة أقرر يعني مع بقية المحتوى، هل هنشتغل بكرة ديلوكس حتة بسيطة ونكمل؟